الكلمة الآن لمجموعة الكونفدرال الديمقراطية للشغل. تفضل سيد رئيس. سيد رئيس المحترم، السادة الوزراء المحترمين، السيدات والسادة المستشارين المحترمين، نشكركم السيد الوزير على جوابكم ونحييكم على المجهودات التي تقوم بها الدبلوماسية المغربية من أجل قضيتنا الوطنية، كما نحيي عاليا القوات المسلحة الملكية المرابطة دفاعا عن الوطن، ونترحم على كافة شهداء الوطن الأبرار. أكيد أن بلادنا ركمت انتصارات دبلوماسية مهمة، لكننا في حاجة إلى المزيد من العمل برؤية شاملة تستهدف إيصال حقيقة هذا الصراع المفتعل إلى كل المنظمات والمحافل من خلال تعبئة كل تعبيرات المجتمع وتنشيط الدبلوماسية الموازية، وهو ما يقتضي إشراكا أكبر وتقاسم المعطيات اللازمة مع التنظيمات والمؤسسات الدستورية وفتح النقاش حول كل التطورات في الإعلام العمومي، كما أن من الضرورة تقتضي خلق شروط التعبئة الوطنية عبر البناء الديمقراطي وترسيخ الجهوية كإطار ديمقراطي لتدبير الشأن العام وبناء أسس العدالة الاجتماعية والمجالية والقطع مع أشكال الريع. وقد عبرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل على الدوام على استعدادها لاتخاذ مبادرات تجسد قناعاتنا الراسخة بالدفاع عن وحدتنا الترابية وجعل معبر القرقارات طريقا للوحدة الإفريقية باستحضار البعد التاريخي وبأفق استراتيجي مستقبلي. إن التحديات المطروحة على المنطقة المغاربية في عالم يشهد تحولات اقتصادية وجيوسياسية مستمرة وافتعال الأزمات يفرض توحيد الجهود لبناء فضاء مغاربي للحرية والديمقراطية والتنمية الشاملة.